ومن جامعة سوهاج نتحول إلى جامعة الأقصر، حيث افتتح الدكتور حمد حسين رئيس جامعة الأقصر المعرض الفني التشكيلي بحضور البروفيسور ديفيد سكالاماني رئيس المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة للأقصر، وبمشاركة 40 فنانا من مصر ومن أكاديمية روما. إيمان حسن ومحمد الباروكي كان هناك. افتتاح الملتقى الفني للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة بالأقصر بمشاركة الفنانين المصريين والإيطاليين من خلال الأعمال الفنية الإبداعية في التصوير والجرافيك والنحت، تعبر عن البيئة والحياة الريفية وشوارع الأقصر. كما كانت مشاركة الفنانين الإيطاليين بأعمال تخص بيئتهم وحياتهم الخاصة. I'm David Scalmani, I'm the director of the Italian Cultural Institute in Cairo. أقدم نفسي لحضراتكم بروفيسور دافيد سكالماني المستشار الثقافي الإيطالي ومدير مركز الآثار الإيطالي بالقاهرة، وهو سعيد بوجوده النهاردة في افتتاح المعرض وحفل تكريم معالي الدكتور حمد حسين. في الحقيقة أن المعهد الثقافي الإيطالي بيشارك في عديد من الأنشطة الثقافية المختلفة على في مستوى مصر في الجامعات المختلفة، لكن النهاردة مناسبة مختلفة كبيرة جدا أن احنا بنشارك في تحت بعرض عديد من اللوحات الفنية الخاصة بأكاديمية روما للفنون. وهو بيقول لحضرتك أنه العديد من الأنشطة القادمة تتعلق بالحقل الأثري أو مجال الآثار، من مؤتمرات، ورش عمل، مجال في النشر العلمي، وهيتم عمل في الشهر القادم حفلات من إيطاليا خاصة بفنانين من الأوركسترا، حتى جوب مصر يبقى في اسكندرية وفي القاهرة. Always very open with the collaboration with the Italian counterparts. اليوم احنا بنشارك في الملتقى الفني للفنانين الإيطاليين المصريين بكلية الفنون، مجموعة من الأكاديميين الفنانين بجامعة أكاديمية روما بيحاولوا النهاردة بعض الأعمال اللي جاية من روما بيوضحوا لنا فيها العديد من اللوحات الفنية بتوضح وبترسم صورة كبيرة جدا للفن الإيطالي، مشاركة مع الأكاديميين الفنانين الإيطاليين المصريين بجامعة الأقصر كلية الفنون الجميلة. المعرض مقام طبعا في كلية الملتقى الفني مقام في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر برعاية المعهد الثقافي الإيطالي بوجود المستشار الثقافي الإيطالي الدكتور دافيد سكالماني ومعالي الأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة وعدد من الفنانين المصريين والإيطاليين. بالملتقى تم الترتيب ليه منذ فترة. اليوم احنا بنشهد العمل النهائي لهذا المعرض بيعقبه حفلة تكريم لمعالي الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر بمناسبة صدور قرار جمهوري لسيادته برئاسة الجامعة. كل الدعم والتوفيق لمعالي الدكتور حمدي حسين للجهود الطيبة اللي هو بيبذلها في رفع شأن جامعة الأقصر علميا وأكاديميا، ودعم الطلاب ودعم أعضاء التدريس، دعم المعامل، ودعم عديد من التخصصات المختلفة. خرجت السنة دي بكالوريوس بتكلم عن أنا مشارك في المعرض الإيطالي اسمه فنون ومعارف، اللي هو خاص بفنون الفن الإيطالي وبين فنانين فنون جميلة الأقصر. حضرتك أنا بتكلم هنا على المشروع بتاعي اسمه الحوار، من خامة الجبس مستوحاة من الفن الفرعوني اللي هو الكتلة والكلام ده، ومستخدم الأسلوب اللي هو الفن الحديث، طريقة التبسيط وبتاع اللي هو يوحي إن هم راجل وست، بس الطريقة أبستراكت بالتبسيط بتاعي خاص بي أنا كفنان كحسن يعني، أو الاتجاه بتاعي. وكان لي شرف إن أنا أشارك في المعرض ده. مشاركتي في المعرض الإيطالي المصري كانت عبارة عن لوحة من كلية الفنون الجميلة الزمالك، من الطبيعة والتماثيل بتاعت مشاريع التخرج الطلبة، بس أنا عشان تخصصي سينما ومسرح واخد الكادر السينمائي، والخامة اللي بشتغلها هي ألوان الجواش، ألوان صعبة شوية في التعامل معها عشان كده العمل صغير إلى حد ما، لكن الموضوع أنه لقطة سينمائية من الواقع بس إحنا بنحولها لسينما. جاء هذا الملتقى ضمن الاحتفال بصدور القرار الجمهوري بتولي الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيسا لجامعة الأقصر. من كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إيمان حسن.